الأوزان ما قلص أتى القصيدة يعطيها مسكنة، وكان فيما مضى الألفاظ قد فحص وضبب الكلمات البكر مذ لوثت، لأنها تشتكي من لثع من قرص. والشعر أسطع في الأفكار فلسفة، لأن حدسا بمتن النص قصى. يا شدو يا موقد الأوتار في وله، يا أنفتى عازفا أشتاكه قصص. الشعر يا أول الوجدان آخره، أنت المنى وأنا تكميل من نقص. كسرت درب بحور ظل فيه خليل راميا في هذا الطي والوقص. جئت الفضاء أخيط الشمس من ألقي كالمشط في ضفرة الحسناء. إذ عقص رقصت رقصة ضريش على قمر، هذا الظلام على أعقابنا نكص. رقصت رقصة درويش على قمر، هذا الظلام على أعقابنا نكص. النص الثاني بعنوان انسلاخ من بردة التقليد. من أين أعبر فالقصيدة تغلق، وبأي باب في البيان أحدث أنا؟ ذلك البنيان يهدم نفسه ويعيد ترتيب البناء المطرق. سافرت في قفص النصوص ولم أجد غير الذي في التيه في يصفق. حدقت في جب الكلام رأيتني معنى يطارد لفظه يتعرق. فأتيتني نبعا أقبل غيمتي، والشعر في نبع الشعور معتق. لغة التعاسة أن أريك قصيدة غرقا ويسبح في عراها الأغرق. من فال يسجن رؤيتي في حبنه، والصمت في أفق اللسان محلق. بي خرسة تهوى السكوت تقول لي إني إلى شفة القصيدة أرمق. هل لي من الورد الجريح إعارة النسل الذي يبكي العطور ويعبق؟ كي أستطيع الآن أولد مرة أخرى نصوص البكر خلفي تنعق. حيرى دروبي مذ رسمت خريطتي في مفرق الطرقات، شعري يسبق تلك الجهات السم ترشدني إلى بوابة في العمر. عمقي أعمق حاولت رسم خريطة سيسية في حفظ ألف قصائد، لكنني حاولت رسم خريطة سيسية في حفظ ألف قصائد وتموثق، لكنني تأبى القصيدة أن تراني منهكا وتقول أنت الأسبق. أوقفتني عند المجاز حقيقة الحبلى، وشمسي في دياجي تشرق. لو أن ماء رؤاي عكر منتهى غده فكيف يجيش فينا الأغدق؟ بحري بناصية القصيد يشدها، والسامري عبر الرؤى يتسلق. هذا نزاري يمتطي وترا، فصلى خلفه عود وعصف شيق. سيجدد الشعراء كل مطالع في كل شبر بالمجاز نحدق. إنا على فرس الحداثة عائدون، وكل أطلال ببرقة تسحق. ونخيط من أنثى القصيدة وردة فيصيح في الصخر الأصم فرزدق. أشعارنا قيارة وموائل، وبها فقد غنى الحمام الأزرق. وبشرفة اللاواعي ظل لنا خيال عاطفي قد سماه المنطق. في منزل عتقت رقاب موائل سمر، وباب العتق فيه الضيق. هبطوا جميعا في هطول الوزن داخل مجمع الأشعار، ثم تفرقوا. دخل القصيدة آخر الدرويش في يده تنبه ناسك يتألق. في كل بيت يحتفي طربا كما الحلاج في روح المعالي يغرق. لا زال في نقش يسطر بالمجاز الرسم في حضن اللوائح يخفق. هو قد أتى من وادي عبقر بقعة معه القداسة والوقار الرونق. هو لم يكن متنبيا ليقول لي أرق على أرق ومثلي يهرق. هو آخر شعرائي
هو لم يكن متنبيا ليقول لي أرق على أرق ومثلي يأرق، هو آخر الشعراء خير جماعة جاء القصيدة وهي باسمه تغلق.